ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. وفيديو النهارده انا راجعه من بره، ما بحطش ميك اب، بس النهارده الفيديو هيكون مشترياتي من الميك اب. كنت بره وبشتري ميك اب، هتلاقوا وشي في حاجات غريبه كده، كنت بجرب حاجات، فحبيت اشارككم بالميك اب اللي اشتريته. بصراحه من ماركات مختلفه ومن محلات مختلفه. اول حاجه هو المحل ده موجود في سيتي ستورز، انا كنت في سيتي ستورز واشتريت منه اوفر باي 1 جيت 2 30%. اشتريت باليت الاي شادو دي، انا ما عنديش ميك اب يعتبر كتير، فبعمل ريفرش للميك اب بتاعي، فتلاقوني جبت الحاجات اللي بستخدمها فقط. فجبت الباليت دي بتاعه الاي شادو، فيها انا بحب عموما الاي شادو اللي هو اللي يكون فيه لمعه اكتر، عشان بحطه بس كوت كده فوق تدي منظر وخلاص. فدي حسيت درجتها متنوعه ومختلفه، فاشتريت دي. واشتريت من عندهم دي من ميك اب ريفولوشن، وجبت برضو الكحل ده من اسنس، في لمعه شويه لونه ازرق، المفروض ان هو جل لاينر وووتر بروف، ثابت جدا، جربته وما طلعش غير لما بهدلت الدنيا فحبيته. برضه مش عارفه افتكرها، جبت حاجات كتير جدا جدا، وزائد موضوع الديسكاونت ده، فانا فاكره السعر او يعني السعر توتال، فمش عارفه بالظبط كان اسعارهم ايه. بس انتوا ممكن تروحوا المحلات دي وهتلاقوا اسعار الحاجات دي كلها في المتناول، يعني رينج 400، رينج اقصى حاجه جبتها غاليه في كل هعرضه في الـ في الـ في اللي انا في الـ سوري في الفيديو هتبقى حاجه ب 500 جنيه مثلا. اكتر من كده ما جبتش، لان انا مش مقتنعه ان انا اجيب ميك اب اعلى من كده، لان في الاول وفي الاخر يعني انا مش بستخدمه كتير. وبعدين جبت من عند مودس او مودس، عاملين برضو نفس الاوفر، باي 1 جيت 2 30%. جبت حاجتين وحاجتين. اول حاجه جبت الباليت دي من اسنس، دي باليت هايلايتر، باليت فيها 3 درجات من الهايلايتر، هو دي. واشتريت من اسنس، واشتريت من كاتريس الباليت دي، ميكس ما بين اي شادو، برضو ميكس ما بين حاجات بتلمع شمر وحاجات ما بتلمعش. واشتريت من بورجوا ده البلاشر، ده لونه بيتشي كده بيلمع، انا بحب البلاشر اللي بيبقى بيلمع. والروج ده عجبني فكرته قوي ودرجته تحفه، هو بيطلع كده مش محتاجه ان انت تبريه، فصراحه عجبني وثابت جدا برضو. واخيرا اشتريت البرايه دي اللي فيها الحته الضيقه، الاثنين دول سيبال بصراحه كانت هي ليها الحظ الاوفر في المشتريات بتاعتي. بصراحه انبهرت بالكواليتي بتاعتهم في كل حاجه، بصراحه تحفه 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 تحفه. جبت منهم ليب لاينرز كتير و أروار. نبدا بالليب لاينر، جبت من عندهم 2 ليب لاينر، ده على نود، الدرجه اللي هي نود كده للارواج النود، وده على بينك شويه، بينك نيود برضو، يعني يعتبر درجتين نيود، واحده اللي هو نيود اللي على بينك، واحده نيود، ثابت جدا جدا، جربته على ايدي ما فضل طول اليوم ما اتمسحش، وجبته بعدها بيوم يعني اختبرتهم قبل كده. وجبت الارواج دي، هم عندهم ارواج من اللي بتبري العريضه دي، تحفه وثابته جدا برضو. جبت الدرجتين دول، الدرجه البني دي خطيره على شفايفي، طلعت مش طبيعيه، جربتها على شفايفي. والدرجه النود دي على بينك شويه. وجبت برضو الكحل ده، ناعم وكريمي وثابت جدا جدا، جربته جوه ما اتمسحش طول ما انا ماشيه، لونه بني. وجبت بتاع قلم الحواجب ده برضو، حطيت منه وجربته، الدرجه دي لقيتها لايقه عليا، فاتحه كده، انا حواجبي مش غامقه. البوكس ده بقى هم عاملين اوفر، البوكس ده بدل 1300 ب 900 جنيه. في بقى ايه؟ ثانيه واحده، كل الحاجات دي. اول حاجه في ماسكارا بتاعتهم تحفه، جربت دي واحده مختلفه عن دي، انا عجبني دي اكتر فجبتها. دي اعتقد مشهوره قوي عندهم في سيبال. ليب لاينر، سوري اي لاينر، ده برضو جل، جبت الدرجه دي، تحفه، اخضر بتلمع، في لمعه شويه فوق العينين، حطيته جربته، تحفه وناعمه وثابته برضو قوي. وفي مانيكير جبت اللي هو ده جوه نجوم،
انت بتختاري الحاجات اللي انت عايزاها والدرجات اللي انت عايزاها. وفي بقى ليب جلوس، انا بنهج اخترت الدرجه دي من الليب جلوس، ما عنديش ليب جلوس خالص. ده الروج، ده الكريمي بتاعهم، الكريمي روج من سيبال. جبت الدرجه الاحمر دي، خطيره يعني لونها مش طبيعي على الشفايف، الكريمي وناعمه كده، يعني هي ثابته لحد ما تاكلي او تشربي. ساعات الواحد بيحتاج حاجات مش مط ثابته قوي يعني. وفيها سنجل اي شادو، اخترت الدرجه دي، دي تحفه. كل الحاجات اللي جبتها من سيبال. اشتريت من جولد الروز برضو حاجات، دي اشتريتهم قبل ما اروح سيبال، لو كنت يعني ما كنتش شفت الحاجات اللي عند سيبال. صراحه كنت هجيب سيبال اكتر، سيبال عندها درجات احلى، سيبال الحاجات بتثبت اكتر. ده ليب لاينر احمر من جولد روز، وده كحل، عشان كده عندي اتنين بني. وجبت الفرشه دي بتاعت الاي شادو، وندمت ان انا جبتها لان غاليه، وبعدين لقيت ست كده في اخر العنقود اشتريتها فيها كذا حاجه مع بعض. وانا ماشيه برضو لقيت المحل ده عندهم التحفه ده، سان سكرين التحفه ده. ده كنت شفت واحده اسمها منار مثلا للطبخ حاجه كده، بس كنت طالعه في مره رايحه بسين، وكانت بتتكلم على السان سكرين بتاعها اللي هي بتحبه، فقالت ان ده تحفه جدا، وانه ملمسه جل وشفاف وما بيديش اي لون، وانا كنت هموت في على سان بلوك كده ما بيديش اي حاجه على البشره، فعجبني جدا بصراحه. وكان عامل اوفر باي 1 جيت 1 فري، دول فاكره سعرهم ب 550، فبصراحه جبت اتنين، في واحد بستخدمه دلوقتي وده هشيله، وقريب اوي هعمل لكم عنه ريفيو. بس كده، هي دي كده المشتريات بتاعه الميك اب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه. كلها حاجات على فكره البراند متوسطه، وبصراحه الكواليتي بتاعتها حلوه واسعارهم حلوه جدا. زي ما قلت لكم مفيش اعلى حاجه جبتها في كل دول لا تتعدى 500 وحاجه. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار انزل فيديو على طول. واستنوني هعمل ريفيوز عن كل الحاجات دي بس قدام شويه. بس كده، اشوفكم بالذكاء الخير، باي باي.